يمكن خبر توقف مصانع الأسمدة منها زي أبو قير وسيدي كرير، وده كما تم الإعلان من جانب الشركتين، أثر في البداية طبعا على معدلات الأسهم أو الأسعار على الشاشة، وشفنا هبوط حاد في بداية هذه الأخبار. ولكن خلينا نقول إن هذا الأمر ما كانش جديد، هو حصل قبل العيد، كنا بنشوف أخبار متواترة بشأن هذا الأمر، توقف إمدادات الغاز لمدة يوم أو يومين أو ثلاثة وبعدين. فبالتالي بيتهيألي إن المستثمرين امتصوا الأخبار السلبية، حاليا مش شايفين أي رد فعل عنيف. يمكن هذه الأزمة رغم تفاقمها في الأيام القليلة الماضية، ورغم إن المصانع توقفت بالكامل خاصة أبو قير وسيدي كرير، ولكن ده ما كانش ليه تأثير كبير، لأن في الحقيقة في جانب آخر هو اللي كان بيؤثر على جانب الطلب في السوق وأدى إلى ارتفاع أغلب الأسهم في السوق، وشفنا شراء مؤسسي، فده يمكن دعم من عدم البيع على هذه السهمين، خاصة ان احنا بنتوقع او كما كان تم الاعلان من جانب مجلس الوزراء ان في خطة، ومن المتوقع ان في النصف الثاني من شهر 7 ان الازمة دي تكون منتهية. اليوم يعني بعد من المبكر ان نرى ربما تأثيرات هذه الازمة على نتائج الشركات، هل برأيك من الافضل الابتعاد عن هذه الاسهم بالوقت الحاضر لحين ظهور نتائج الشركات ولنعرف بالضبط ما هو التأثير من هذه الازمة، لا سيما وانه اليوم في خطة للتعامل معها بس بعد يعني لم نرى النهاية بالنسبة للانقطاعات الان؟ هو في الحقيقة مما لا شك فيه أن هذه الأزمة هيكون لها تأثير على توقعات المستثمرين وخططهم، وخاصة المؤسسات في الاستثمار، خاصة أن الربع الثالث هو اللي هيحمل التأثر الأكبر بهذه الأزمة في حالة ضبابية إذا كانت هذه الأزمة تستمر ولا لا. فأنا بعتقد أن هيكون بالطبع في تأثير على قرار المستثمرين وخاصة المؤسسات، خاصة كمان أن الظروف العامة عالميا دلوقتي كلها فيها ترقب لبيانات كثيرة جدا خلال هذه الفترة، فبالتالي ده هيؤثر على تحركات رؤوس الأموال والقطاعات والاستثمارات. يمكن احنا شايفين أسهم قطاع التكنولوجيا هي الأسهم الأكثر جذبا لأموال المستثمرين، وشايفين اهتمام بتقنيات الـ AI والشركات اللي هتتعامل على هذه التقنيات. فأعتقد أن المستثمرين وحتى المؤسسات رغم أن قبل كده كانوا يمكن بيميلوا الاستثمار على المدى الطويل، ولكن أعتقد أن الخطة هتختلف وهيبقى فيه استثمار على المدى القصير في ظل حالة الترقب والقلق من البيانات بصورة عامة. لننتقل إلى السوق رانيا، اليوم في ارتفاع جيد على المؤشرات كلها، ما رأيك بها أسباب هذه الارتفاعات اليوم؟ هو في الحقيقة من وجهة نظري أنا شايفة مازال ارتباط الأمر بتحركات أسعار الصرف. يمكن إحنا شايفين تحركات ما بعد العيد، ما بعد أجازة العيد، شايفين يمكن سعر الدولار في البنك ابتدى يرتفع مقابل الجنيه المصري، ده بيبقى له انعكاسات سريعة جدا على سوق الأسهم، لأن بيتم تقييم الأسهم بصورة سريعة من جانب المستثمرين. ابتدينا نشوف عملية عودة للسيولة، عودة النهاردة لسيولة المؤسسات، يمكن أغلب الصعود النهاردة في السوق بيميل في المؤسسات ان هم يكونوا الطرف المشتري. حتى الان قدرنا ان احنا نجتاز مستويات ال 26900 اللي كانت بتعتبر مقاومه هامه جدا للسوق، كان بيتحرك بصوره عرضيه بين مستويات ال 26900 وال 24700. يمكن احنا عندنا مستهدف للسوق المصري من المتوقع ان احنا نصل لمناطق ال 29100. رانيا، ما دمت ذكرتي الدولار على الجنيه، هو ملفت بالفعل كما ذكرتي، يعني السوق كانت مغلقة طيلة الأسبوع الماضي بعطلة العيد، ومنذ أن عدنا الدولار عم بيسجل مكاسب على الجنيه، كنا عم نشوفه على شاشة حوالي 48.5. هل لديك تفسير أولا لهذه الارتفاعات على الدولار على الجنيه؟ وثانيا دائما كما ذكرتي بصير في ريبرايسنج على البورصة بناء على سعر الدولار أمام الجنيه، بالتالي هل برأيك معكوس بالسوق هذا التحرك أم لا بعد الضعف الجنيه؟ هو خليني اقول لحضرتك منذ بدايه هذا الاسبوع احنا لاحظنا نشاط ملحوظ مع بدء هذه التحركات في اسعار الصرف، ولاحظنا ان في تحركات او انعكس بصوره سريعه جدا على البورصه المصريه. وخليني اقول لحضرتك ان تحركات اسعار الصرف هي تحركات طبيعيه من وجهه نظري، خاصه ان احنا شايفينها بمارجن مش كبير جدا، وده يمكن بيعكس ان فعلا التعهدات اللي قام بيها البنك المركزي ان احنا بنتحرك باسعار سعر صرف مرنه بناء على عرض وطلب. عندنا ممكن يكون
استحقاق أجال لبعض الأذون، وبالتالي ده أدى إلى طلب على الدولار مرة أخرى. فبالتالي ما يحدث بصورة حقيقية هو بيعكس أن دي تحركات أسعار صرف مرنة، وبالتالي برضو بتنعكس على السوق بصورة سريعة جدا، زي ما حدث يمكن في إجراءات 6 مارس الماضي لما حصل التعويم، كان في تقييمات لأسعار الصرف بأعلى من هذا التعويم، فبالتالي السوق ابتدى ينخفض. السوق المصري ابتدى يرتبط بتحركات أسعار الصرف بصورة كبيرة جدا خلال هذا العام.